تشاهدون الآن. أنا شايف إن هي سنة صعبة، بس أكيد في حد استفاد. أنت بتتكلم في أسعار زادت ما بين 80 لحد 120%، ده متوسط ارتفاع الأسعار عند المطورين. زيادة مبيعات المطورين ما بقاش المؤشر الحقيقي لاستقرار السوق العقار، ورغم ان مطورين كتير كانوا في قائمة الاكثر مبيعا في سنة 2023، لكن المفاجأة انهم كانوا في حالة من القلق والخوف على مستقبل الصناعة، وشايفين ان حجم المبيعات الكبير ده في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي ملهوش غير معنى واحد، وهو تآكل المخزون العقاري وعدم القدرة على انشاء مراحل جديدة في المشروعات، وده بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنشاءات وارتفاع أسعار الخامات لمستويات قياسية. وطبعاً ده مش كلامنا، ده كلام تقارير رسمية أصدرتها شركة The Board Consulting الرائدة في مجال الاستشارات والدراسات العقارية والمسؤولة عن رصد مؤشرات البيع في مشروعات المطورين، وكمان قياس معدلات النمو في السوق العقاري المصري وتأثير الأزمة الاقتصادية الصعبة على صناعة العقار والإعلان عن قائمة المطورين الأكثر مبيعاً في مصر، وكمان تحديد أهم المناطق الجاذبة للاستثمار، ومفاجآت مهمة بالأرقام عرفناها النهاردة لما قابلنا السيد أحمد زكي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة The Board Consulting للاستشارات العقارية. شركة The Board Consulting أطلقت أحدث تقاريرها ومن أخطر التقارير اللي أطلقتها سنة 2023. عايزين نستعرض النهاردة مع بعض التقرير، لأن الأرقام اللي فيه كانت أرقام أنا اتفاجئت بيها. 2023 لو نقدر أن احنا نوصفها بكلمة هي كانت سوق يتميز بالضبابية الشديدة، والحقيقة هو يمكن لما نتكلم على السوق العقاري اللي هو دلوقتي من أكبر الأسواق في مصر أو من أكثرها تأثيرا على الناتج القومي المصري، فهنلاقي أن السوق العقاري تأثر بشكل كبير جدا بالمعطيات العالمية وتأثيرها والمعطيات المحلية، ولكن السوق المصري كمان من الناحية الداخلية ليه هو حصل فيه تغيير كبير جدا. بنتكلم على ارتفاع الأسعار الحديد بشكل كبير جدا ومواد البناء، بنتكلم على الارتفاع في سعر الفايدة بشكل كبير جدا اللي حصل السنة دي اللي وصل لحد 23% بالمقارنة وصل لحد 23% فايدة دلوقتي، بنتكلم على سعر الدولار والتعويم اللي حصل فيه في أول السنة وكمان اختفائه في الجزء الأخير من السنة، يمكن كلنا متابعين الحيثيات اللي حصلت في سوق الذهب كمان والتأثير عليه، بنتكلم الديفالويشن اللي حصلت أو انخفاض قيمة الجنيه مع ارتفاع سعر الفايدة. عادة يا مجدي في أي حتة في العالم لما سعر الفايدة بيرتفع ولو جزئيا بيحصل هبوط في السوق العقاري، يمكن السوق المصري مختلف تماما. السوق المصري لما بيحصل فيه الحالة من الضبابية من الناحية الاقتصادية بتلاقي السوق العقاري بيرتفع بشكل كله بيجري يشتري عقار، كله بيجري يشتري عقار، عارفين ان العقار قيمته ما بتقلش، عارفين ان قيمته بتزيد وقيمة الفلوس بتقل، ولكن كمان في حالة هلع عند المطورين، المطورين اللي بتبيع بمليارات كبيرة جدا لما بتيجي تفكر انا عشان اسلم الحاجات دي كمان 4 سنين مع ارتفاع اللي بيحصل والمتوقع كمان، لان مفيش حاله ثبات اقتصادي، فكل ده بتؤدي الى الحاله العامه من الضبابيه اللي احنا بنتكلم عليها بصوره عامه للسوق العقاري. بالنسبه للسوق العقاري السنه دي انا شايف ان هو نعمه ونقمه. بمعنى ايه؟ نعمه للمطورين، ارقام ما كانوش يحلموا بيها، ارقام كبيره جدا عمر ما كان حد يتوقعها. بالنسبه للمشترين الاسعار زادت عليهم بطريقه غير طبيعيه، والغريب في الامر ان الاثنين مش مبسوطين. حقيقة هي المعطيات زي ما بقولك هي عشان مختلفة خالص السنة دي، فأسعار لما هنيجي نتكلم دلوقتي على الأسعار بتاعة الشراء بقت عالية جدا ومبالغ فيها، انت بتتكلم في أسعار زادت ما بين 80 لحد 120% ده متوسط ارتفاع الأسعار عند المطورين، وبتوصل لحد 150% بعض المشاريع. كل ده كان مؤدى بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع سعر البناء رقم واحد اللي ارتفع، احنا شفنا ان ارتفع بنسبة 80%. رقم 2 الارتفاع في أسعار الأراضي، وشايفين الحكومة دلوقتي بتتكلم على بيع الأراضي كمان بالدولار للمطورين، الفترة اللي فاتت كان في حديث كبير وموسع عليه لسه ما تحطش في النطاق بتاعه، ولكن لا حصل في أراضي كتير اتباعت بالدولار، ده حقيقي، ولكن هو كانوا بيتكلموا الفترة اللي فاتت على توسعة هذا الشكل من البيع بالدولار. فمن هنا لما بنشوف ان سعر الأرض غلي وبتشوف من ناحية تانية حتى الأراضي اللي بيخشوها مشاركات المطورين مع الدولة، تلاقي إن نسبة المشاركة من الدولة بقت كبيرة، فبالتالي كل ده كسعر أو تمن للأرض
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء، كل ده أدى إلى زيادة كبيرة جدا زي ما نتكلم ما بين 80 ل 120% ده المتوسط. المناطق اللي كانت جاذبة للاستثمار سواء للمطور أو للعميل النهائي، أنا شايف التقرير إن أنت مصنف المناطق كمان ده حقيقي. بص هو المناطق، في 4 مناطق كبار في مصر، بتتكلم على شرق القاهرة، غرب القاهرة، الساحل الشمالي والبحر الأحمر، من أول عين السخنة للبحر الأحمر. لو اتكلمنا على شرق القاهرة بالتحديد، هي بتمثل تقريبا 50% من مبيعات السوق العقاري بصفة عامة. شرق القاهرة بنقسمها ل سنترال نيو كايرو أو المنطقة الأساسية القاهرة الجديدة، بنقسمها للشروق، بنقسم لمستقبل، بنقسم للعاصمة الإدارية الجديدة. السنة دي مستقبل سيتي عملت شغل قوي جدا في السوق مع التعاقدات اللي حصلت مع ماونتن فيو واللونش بتاعهم لمشروع أليفا، مع الأرض الأخيرة لصبور اللي أخدوها، فبتعضد من وجودها كمنطقة جاذبة أولا للمطورين ذوي الكفاءة العالية أو ذوي الخبرة وذوي المصداقية. فتلاقي إن فيها تقريبا 6 مطورين من أكبر 20 مطور واخدين أراضي في مستقبل. الإدارة الجديدة كمان في شركة ميدار تقريبا كان ليها دور، عملت شغل في صراحة، في تغيير فعلا كبير فيها وشفناها السنة دي بشكل مختلف. ومن ناحية تانية لما بتيجي تبص على العاصمة الإدارية، وهو كان فيها برضو تغيير الفترة اللي فاتت من الناحية الإدارية، ولكن ده حقيقي بوجود المهندس خالد عباس، والتغيير اللي حصل فيها من ناحية إن الحكومة بقت بتروح تشتغل من هناك، ونقل جميع الهيد كورترز بتاعت الحكومات للعاصمة الإدارية، وده بداية وجود حياة في العاصمة. بالنسبة للساحل الشمالي، وده يعتبر تاني أكبر منطقة من ناحية المبيعات، الساحل الشمالي بيعتبر ده أكبر شكل من أشكال الريتيرن عن انفستمنت أو الار او اي أو العائد على الاستثمار. يعني بنلاقي إن القيمة الإيجارية في الساحل الشمالي بس في الثلاث شهور أعلى من القيمة الإيجارية لو واحد عنده شقة بيأجرها في شرق القاهرة لمدة سنة كاملة. بالنسبة لغرب القاهرة، وهي ثالث أكبر منطقة هناك، والتوسعات اللي بتحصل فيها السنة دي بالذات مختلفة خالص. يعني مع وجود زايد الجديدة، مع وجود مدينة سفينكس، مع الرؤية بتاعت الدولة 2030 ان يكون عندنا 40 مليون سائح، يعني السنة دي جالنا 14 مليون سائح، رؤية 2030 ان يجالنا 40 مليون سائح، ومفروض ان غرب القاهرة دي هتبقى عاصمة السياحة في القاهرة الكبرى، مع وجود المتحف الجديد، مع وجود الأهرامات، مع التطوير اللي بيحصل هناك من الناحية الفندقية هناك، مطار سفينكس، مطار سفينكس بالظبط، كل ده بيؤدي الى بوتنشال جبار هناك من الناحيه السياحيه، ووجود اللي بنسميها رنتل سولوشنز او حلول ايجاريه للناس اللي هتبقى بتيجي مش بس تقعد في اوتيلات ولكن تقعد في سيرفيس ابارتمنتس وخلافه. بالنسبه للبحر الاحمر، وهي احدى الاماكن اللي انا بشوفها اندر ريتد جدا، يعني منطقه العين السخنه بجونه بمكادي بسوما باي، المنطقه دي فيها من احلى المناطق في مصر، وفيها سولوشنز للتصدير العقاري كبار. المطورين عملوه في 2023، المطورين كان بتعمل حاجات كتيره مختلفه. يعني السنه دي شفنا ان بعض المطورين بقت بتعمل حاجه ما يسمى بالهاتجنج اوف رو ماتيريالز، او ان هي بتعمل عمليه تحوط من خلال شراء بحجم كبير جدا لمواد البناء. في ناس ابتدت ان هي كمان مش بس ان هي بتخزن مواد البناء، ولكن بقت بتبني وما تبيعش. من ناحية تالتة، لقينا في حالة اللي احنا بنسميها فومو، مش عايز يفوتهم التحرك الكبير اللي بيحصل في السوق السعودي، ولكن مش عارفين يمسكوا الخيط منين، ايه حيثيات السوق. فبيجينا مطورين كتير جدا يقولوا لنا يا جماعة ورونا الدراسات عن السوق السعودي وايه اللي بيحصل فيه. فلقينا ان في ناس زي طلعت مصطفى اللي اعلنت عن مشروعها بنان، لان ماونتن فيو اتكلمت عن مشروع غير سكن يشتغلوا عليه، طبعا تطوير مصر بالشراكة مع نايف الرقحي بيتكلموا على شراكة في مشروع كينج سلمان بارك، ودي من أحلى المناطق في الرياض، إن هي يبقى منطقة هتبقى جاذبة جدا جدا للسياحة. والأهلي صبور اللي عمل زي شراكة بين صبور والمطور اللي هناك اللي اسمه أوسوس. من ناحية تانية، ظهر مع الظروف الحالية الاقتصادية وارتفاع سعر الوحدة بشكل كبير، من ناحية تانية مع البيع أو الظروف الاقتصادية الحالية، ناس كتير جدا كانت بتشتري بهدف الاستثمار. انت عارف يا مجدي ان عادة في اي دولة النسبة الصحية للاستثمار في السوق العقاري بتتراوح ما بين 10 لحد 20%، السنة دي اللي احنا شفناه في السوق العقاري ان وصلت الاستثمار فيها لحد 50%، وده للحفاظ على قيمة النقود، ولكن بعد شوية الناس دي هتعوز ان هي تبيع. طبعا هي لازم يكون ليها حلول مدروسة كويس جدا جدا، ولكن احدى الحلول هي تسهيل عملية الريسيل او اعادة البيع.
من خلال المطورين، ما تبقاش ان هي متسابه وخلاص. حاجه تانية كانت ظهور قطاعات جديده جوه السوق العقاري، يعني شفنا حاجه زي القطاع السياحي والتطور اللي هيحصل فيه، شفنا حاجه زي القطاع الصناعي ووجود مطورين كتير جدا ابتدت ان هي تتجه عليه زي مدينه طربول ووجود حسن علام والمناطق الصناعيه اللي بتحصل حاليا في العين السخنه بما ان احنا كنا بنتكلم عليها، ففيها برضو بوتنشال. في مطورين كتير فعلا بتدرس التطوير الصناعي. انا شايف ان هي سنه صعبه بس اكيد في حد استفاد. من وجهه نظرك مين اللي استفاد من السنه دي؟ الناس اللي ماسكه المبيعات سواء عند المطورين او عند البروكرز هم كانوا اكبر المستفيدين، لان المبيعات كبرت بشكل كبير قوي، البيعه بقت اسهل بكتير جدا، ولكن المطور هو الذي تحمل الفرق في تسليم الحاجات دي والمشتري تحمل السعر الاعلى. الارقام عايز اقارن ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت، انتوا حاطينها في التقرير. بص، هو لو احنا قارنا اكبر 20 مطور في السوق المصري دول بيمثلوا جزء كبير جدا من القطاع العقاري، هتلاقي ان مبيعاتهم عاليه 111%. ال 20 مطور دول من وجهه نظرك بيمثلوا بقى كام في الميه من مبيعات الريل استيت على المستوى القطاع الخاص في مصر؟ الاسكان الفاخر هيمثلوا تقريبا 70%، بس لما تيجي تبص عليه على الفرق ال 111% ده رقم مهول. احنا كنا بنتوقع من 35 ل 40%، ده على قد ما مطورين باعوا بارقام كبيره جدا جدا، على قد ما ده بيمثل عبء عليهم لتسليم الوحدات بالطريقه اللي هم وعدوا بيها الناس. السيد أحمد زكي بالمناسبة هو واحد من المحترفين في مجال الدراسات والاستشارات العقارية، خبرته بالسوق العقاري بتمتد لأكثر من 17 سنة، حصل على الماجستير من جامعة بواتيه في فرنسا، وفي سنة 2017 شارك في تأسيس The Board Consulting وبيتولى النهاردة منصب المدير التنفيذي للشركة. طيب هنا هنخش نحلل بقى الـ 701 مليار، تعلمنا منك إن مش ده المؤشر الحقيقي لأداء الشركات العقارية. هو احد المؤشرات، ولكن قبل ما نقول عن مبيعات المطورين احنا بنقول ان هو احد المؤشرات ولكنه ليس الاهم خالص. موافق جدا. الاهم هو حجم المبيعات عامل ازاي، الاهم هو الربحيه بتاعه المطورين عامله ازاي، الاهم هو حجم التسليم او حجم الوحدات عامل ازاي، الاهم هو الربحيه بتاعه المطورين، الاهم هو وجود العباءه الماليه لتسليم المشروعات بتاعتهم والكاش فلو بتاعهم يبقى مظبوط، الأهم هو خلق حياة. فلو اتكلمنا على مبيعات أكبر 20 مطور في السوق المصري، طبعا أولهم طلعت مصطفى بمبيعات وصلت 140 مليار، ده يا مجدي حدث تاريخي، دي أكبر مبيعات يعملها مطور واحد في السوق العقاري في تاريخ مصر، وعمل ده من غير استخدام مسوقين عقاريين، عمل ده من خلال بس وجوده في منطقة واحدة وهي شرق القاهرة. وفي المركز الثاني جه ماونتن فيو. ماونتن فيو عملت فرق 98% عن السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت بايعه ب 30.9 مليار، السنه دي ب 61.1 مليار من خلال مشروعين رئيسيين وهو ليفلز في الساحل الشمالي واليفا في مستقبل سيتي. وفي المركز الثالث السنه دي في مفاجاه، وهي ان عندنا اثنين مطورين هم اورا وبالم هيلز، الاثنين باعوا ب 59.5 مليار جنيه. ولكن الحقيقه اورا نفذت حاجات كتير على الارض، ابتدت السنه دي تسلم في زد ويست على سبيل المثال، المشاريع بتاعتها الجديده اللي معموله بماستر بلانز رائعه زي سولانا ويست وسولانا ايست اللي هينزل في القاهره الجديده قريب جدا. من ناحيه ثانيه بالم هيلز اللي عملت برضو قفزه ب 129% بالمقارنه بالسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت 26 مليار ل 59.5 مليار. في المركز الرابع جت سيتي ايدج، وسيتي ادج وهو المطور الحكومي طبعا عنده ready to deliver projects او ready to deliver units كتيره، يعني مشاريع جاهزه للتسليم في العاصمه الاداريه وفي الساحل الشمالي ووسط البلد حاليا في مثلث ماسبيرو، وعملوا بيع بشكل قوي برضو السنه دي بيمثل تقريبا عملوا 100% بالمقارنه بالسنه اللي فاتت. مدينه مصر الحقيقه عملوا زياده 212% عن السنه اللي فاتت، وصلوا ل 35 مليار تقريبا، فده رقم كبير جدا، وده من خلال مشروعين رئيسيين عندهم في التجمع الخامس اللي هو تاش سيتي وسراي. المركز السادس السنه دي جت اعمار، واعمار عاده اللي احنا كنا بنشوفها مجدي في المركز يا تاني يا تالت، كانت الاول كمان كان في سنه فعلا جت في المركز الاول، ولكن اعمار شغاله ب يعني ان هم قلوا 9% عن السنه اللي فاتت، ده حاجه مخطط ليها ما جاتش من محض الصدفه. اعمار لما كانت بتفتح مثلا على سبيل المثال في مشروع سول واحنا اشتغلنا معاهم على وضع استراتيجيته، اعمار السنه دي فتحت في يومين بس بعد ب 10 مليار، 30 مليار اللي اعمار بايع بيها السنه دي تقريبا 20 مليار منهم موجودين في الساحل الشمالي. جه في المركز السابع صادق اللي عملوا مبيعات 30 مليار السنه دي،
وطبعا ده زيادة عن السنة اللي فاتت بتقريبا 39 أو قرب ال 40% بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. ولكن صادق إحدى المطورين اللي لو شفت مبيعاتهم عاليت بنسبة 40%، ولكن كمان الوحدات بتاعتهم قلت ب 40%. ده فده بيوري لك فرق السعر اللي كانوا بيبيعوا بيه عمل ازاي. فاوندرز وفاوندرز بالنسبة لي بيبقى في الوسط ما بين ان هو مطور او ان هو بروكر، وهو شراكة ما بين هايت بارك والاهلي صبور في بيع مشروعين وهم جاردينيا ووصال. ففاوندرز قدرت ان هي تجيب 27.6 مليار، ودي زيادة 35% عن السنة اللي فاتت. يليها نيو جيزا اللي باعت ب 26.5 مليار. رقم 10 السنة دي كانت تطوير مصر، ودي يمكن اول مرة تطوير مصر تخش في التوب 10 رانكينج. تطوير مصر السنة دي باعت ب 25 مليار بنسبة 213% بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. عندهم دلوقتي 3 مشاريع في الساحل الشمالي، مشروع في غرب القاهرة، مشروع في شرق القاهرة، مشروع كبير في العين السخنة اللي هو المونت جلالة. في المركز ال 11 جي ال ام دي بمشاريعها اللي تتمركز اكتر من الناحية التجارية. يليها اس اي دي، واس اي دي الحقيقة عاملين شغل رائع ومختلف بمشروعهم اللي فتح في مارينا السنة دي اللي سموه مارينا 8. مركز ال 13 جي حسن علام، وحسن علام حقق مبيعات 19.6، يمكن اقوى الحاجات اللي عنده غير مشروع بتاع شرق القاهرة بتاعه سوان ليك ريزيدنس، ولكن كمان الساحل الشمالي سوان ليك نورث كوست، والتوسع اللي عمله فيه ابتدى يبيع في الفيز اللي هي في آخر المشروع وبيعت بشكل كويس وبأسعار غالية جدا السنة دي. في المركز ال 14 جي أوراسكوم، وأوراسكوم باعت ب 18.6 مليار. أوراسكوم بتاعت مهندس سميح سويرس اللي هي تمتلك الجونة وأو ويست، وطبعا الجونة شفنا السنة دي ان هي ابتدت تبيع بالدولار، وابتدت ان هي اسعارها ان هي تبقى تقريبا بتضبل عن السنة اللي فاتت. في المركز ال 15 جت هايت بارك بمشاريع سواء في شرق القاهرة او غرب القاهرة، وشوية مبيعات في مشروعهم في الساحل الشمالي. ال 16 جت مصر ايطاليا، مصر ايطاليا من المطورين اللي عندهم تنوع في البورتفوليو بتاعهم ما بين العين السخنة اللي ابتدوا يسلموا فيه دلوقتي، وشرق القاهرة بشكل كبير في مستقبل سيتي وفي العاصمة الإدارية. هورايزن جه في المركز ال 17 بمبيعات 14 مليار، وهورايزن لسه أول سنة ينزلها. هورايزن هو استثمار إماراتي عندهم أرض في موقع حلو جدا في التجمع الخامس، وابتدوا يبنوا على الأرض بشكل كبير. في المركز ال 18 جه الأهلي صبور، وطبعا بالليجسي بتاعت مهندس حسين صبور وحاليا المهندس أحمد صبور. وخد بالك الرقم اللي هما بايعين بيه 12 مليار، 12.4 مليار ده هما موقفين بيع شهر 9، ولكن الأهلي صبور مع إعلانهم للمشروع الجديد بتاعهم سواء في الساحل الشمالي ب 864 فدان أو في مستقبل سيتي اللي لسه مضيينها من كام يوم، هنشوف 181 فدان بالظبط، 181 فدان، هنشوف إن الأهلي صبور بشكل مختلف السنة الجاية في 2024 مع وجود فريق قوي هناك. المركز 19 جت قطر ديار بمبيعات 12 مليار، ويمكن قطر ديار من النوع اللي بنسميهم كوشس ديفلوبرز شوية. هو عندهم مشروعهم بتاع سيتي جيت في شرق القاهرة على مساحة 2020 فدان، وعندهم مشروعهم اللي في على كورنيش النيل اللي هو بتاع سانت ريجيس ريزيدنس، وطبعا ده سعر المتر فيه مهول يتعدى 250 ألف جنيه، الكلام ده من فترة يعني آخر مرة سألت عليه. فقطر ديار مطور عنده بوتنشل أكبر بكتير من مبيعاته الحالية. في المركز العشرين جت مراكز، ومراكز من وجهة نظري من المطورين المحترمين جدا جدا جدا. السنة دي دخلوا مشروعهم الجديد رملة اللي حقق مبيعات كويسة جدا في الساحل الشمالي، ومشروع الحقيقة من ناحية الماستر بلان هو من أحلى المشاريع اللي موجودة في الساحل الشمالي، والبحر بتاعه رائع، فمشروع احنا شايفين له ان هيكون ليه نجاح كبير جدا. تشاهدون بعد قليل. عمر ما في مطور هيقدر ان هو ينجح في عملية تصدير العقار، لان ده دور يجب ان تقوم به الحكومة. تشاهدون الان. عمر ما في مطور هيقدر ان هو ينجح في عملية تصدير العقار، لان ده دور يجب ان تقوم به الحكومة.
دعم صناعة العقار في مواجهة التحديات العالمية مهمة صعبة، وبيشوفها أحمد زكي مشتركة ما بين الحكومة والمطورين العقاريين في مصر. ومن هنا قدم مجموعة من التوصيات القوية للنهوض بالصناعة، كان أهمها سرعة تثبيت سعر الدولار وتسهيل إجراءات تسجيل وتصدير العقار واستمرار المطورين في تنفيذ مراحل المشروعات. بعد كده احنا قريت في التقرير دور البروكرز، وبرضو أرقام البروكرز كانت بالنسبة لي مفاجأة، يعني في بروكرز عاملين مبيعات أكتر من المطورين. بص، البروكرز بيمثلوا تقريبا السنة دي 65% من مبيعات المطورين، فلما نتكلم 65% ده برضو جزء كبير جدا، وبيمثل إحدى أهم أساليب معرفة المستهلك النهائي أو المشتري بالمطورين، بيمثل تشكيل الصورة الذهنية للمطورين عند المشترين بشكل كبير جدا. فالبروكرز مهمين جدا في السوق العقاري، ونتمنى من الدولة ان هي تقدر ان هي تحط برنامج او اطر لعمل المطورين زي ما بنشوف ريرا في دبي وهكذا. من اكبر المسوقين العقاريين طبعا ده ادرس انفستمنت، بايع ب 77 مليار جنيه. في ناوي بعديها اللي كبرت بشكل كبير وبتمثل شركة في عالم البروب تك اكتر ما هي في عالم البروكرج، وباعت ب 26 مليار. في كولدويل بانكر اللي باعت ب 23.4 مليار جنيه، وده طبعا قفزه كبيره جدا بصراحه. في ريماكس وباعت ب 14.5 مليار، ورد اللي باعت ب 12.5 مليار. ويجي كمان مسوق مهم جدا وهو نيو افنيو، ونيو افنيو يمكن الناس من الناس القليله اللي عندهم صبغه احترافيه في عمليه البيع والكالكوليشن بتاعه الريتيرن اون انفستمنت، وكمان عندهم فهم قوي جدا للسوق التجاري بطريقة مختلفة عن اللي أنا شفته في السوق بصفة عام. أنا شايف أن أنت خاتم التقرير بنصايح أو دور لازم تقوم به الحكومة ودور لازم يقوم به المطور. لو اتكلمنا الأول على المطورين، فالنصيحة الأولى ليهم هو ما توقفش بناء ده هو المنتج الحقيقي بتاعك، ولازم تبتدي تعمله دلوقتي عشان تقدر أن أنت تكمل مع ارتفاع الأسعار الغير مضمون، تقدر ان انت تفضل وتفي بالوعود بتاعتك. تاني حاجة هي وجود حلول مبدعة شوية في الحلول اللي هي علاقة بإعادة البيع والتأجير، لان لو احنا بنتكلم ان جزء كبير دلوقتي من الشعب المصري ما بقاش قادر ان هو يشتري في كومباوندز، الأسعار بقت خارج متناول اليد، فالناس دي هتلجأ بالتالي للإيجار، إضافة الى تقسيط عملية الريسيل لإعادة البيع هتبقى في غاية الأهمية. تالت حاجة محتاجين ان هم يفضلوا دايما on top من ناحية فهمك للعميل وتقديمك، لان في كل المتغيرات دي اكتر حد بيتغير هو العميل، من ناحية اختياراته للمطور بتبقى على اساس ايه، بمعرفته بالمطور او بالمشاريع بتبقى عاملة ازاي. فكل دي معطيات انا شايف ان المستهلك بيتغير بشكل كبير جدا فيها، وبالتالي يجب على المطور ان هو يقدر ان هو يوائم الاستراتيجيات بتاعته تبقى متوافقة مع التغيرات اللي بتحصل للمستهلك. وعلى الجانب الحكومي بقى، اول حاجه وهي في غايه الاهميه وهي تثبيت سعر الدولار. دلوقتي المطورين مش عارفه ان هي تحسب ربحيتها، احنا بنشوف دلوقتي المطورين في سنه 23 كانوا بيعيدوا التسعير على الاقل مرتين في الشهر، وفي اللونشز كانت بتشوف ان في وسط اللونش او في نفس الاسبوع بيحصل عمليتين لتغيير الاسعار، وده كله نابع للرؤية الضبابية لسعر الدولار شكله عامل ازاي. فالناس مش عارفة ولا تسعر ولا عارفة ان هي تحسب الارباح بتاعتها عاملة ازاي. تاني حاجة من وجهة نظري الحكومة محتاجة ان هي تشتغل عليها بشكل كبير جدا، وهي تسهيل تصدير العقار او اللي بيسموها property for immigrants. ومن وجهة نظري يا مجدي دي هتبقى فيها انقاص كبير واعادة رؤية بوسع أكبر بكتير جدا للسوق العقاري من خلال تصدير العقار. عمر ما في مطور هيقدر أنه هو ينجح في عملية تصدير العقار، لأن ده دور يجب أن تقوم به الحكومة. الحاجة الأخيرة هي بناء المورجج سيستم المظبوط أو عملية التمويل العقاري بشكل مظبوط. إحنا الحقيقة في مصر ما عندناش تمويل عقاري مظبوط. رؤيتك إيه لـ 2024؟ 2024 في مناطق هيحصل فيها تغيير شامل، زي الساحل الشمالي لما طلعت مصطفى أعلن عن الأرض بتاعته 5500 فدان، في صبور أعلن عن الأرض الجديدة بتاعته 864 فدان، ماونتن فيو هتخش بأرض جديدة، صادق عندها أرض جديدة،
وكمان شرق القاهرة هيحصل فيها تغيير كبير جدا مع التطوير اللي بيحصل في العاصمة الإدارية ووجود حياة فيها. أتخيل أنها تعمل فرق في المنطقة بشكل عام، ونتمنى أن ده يحصل ويحصل نجاح كبير للعاصمة الإدارية فيها السنة دي. 701 مليار 2023، تتوقع 24 كام رقم؟ ال20 مطور برضو؟ آه، أتوقع أن ماكسما هيحصل 20% زيادة. The Board Consulting النهاردة باختصار بتقول لنا السوق العقاري المصري في تغير مستمر، وإن استقرار صناعة العقار في مصر بتبدأ من وجود إجراءات قوية لدعم ملف تسجيل وتصدير العقار وتثبيت أسعار الفايدة وتوفير برامج مناسبة للتمويل، ودي كلها إجراءات مطلوبة وبشكل عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. وبكده نكون وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة، واللي هنناقش معاكم موضوع بنعتبره حدث في السوق العقاري المصري، المستقبل سيتي. اتكلمنا عليها كتير قبل كده وعن موقعها المتميز ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشروق، وطبعا وقعها ما بين شبكة من الطرق من أقوى ما يمكن، خلت الأكسسبيليتي للمدينة تجذب كل المطورين ان يروحوا يستثمروا هناك. وشركة مدار المالكة المستقبل سيتي النهاردة في تطور كبير، وبنشوف منها نشاط غير عادي، يا إما في تسليم وتشغيل المشروعات اللي ابتدت من قبل كده، يا إما في التعاقد على مشروعات جديدة. وكلامنا النهاردة عن أحدث وأكبر مشروعات مستقبل سيتي، وهو مشروع أليفا واللي تملكه شركة ماونتن فيو. كان لينا السبق في برنامج الجدعان ريل استيت في تغطية إطلاق المشروع في أكتوبر الماضي 2023، واللي حقق طفرة ومفاجأة كبيرة في المبيعات، تخطت ال 32 مليار جنيه لحوالي 3000 وحدة. والمفاجأة ما كانتش بس في الرقم الكبير للمبيعات، لكن كمان كانت في الإقبال الكبير من العملاء، واللي كان 3 أضعاف عدد الوحدات المطروحة، يعني كل وحدة كان تقريبا عليها 3 طلبات. المشروع مش بس بيقدم تخطيط ممتاز وتصميمات من أجمل ما يكون، لا، بيقدم experience، تجربة حياتية مختلفة، لدرجة ان ماونتن فيو بتعتبر كل مرحلة هي تجربة جديدة، experience مختلفة، تجربة حياتية مختلفة في كل مرحلة عن المراحل التانية. ومشروع أليفا بيمتد على 638 فدان، وبيضم فيلات وتوين هاوسز وتاون هاوسز وغيرها كتير من أنواع الوحدات، واستثماراته بتتخطى 140 مليار جنيه، يعني ده أكبر مشروعات ماونتن فيو من حيث المساحة وحجم الاستثمارات. ومشروع أليفا لحد النهاردة طرح مرحلتين، أو زي ما قلنا تجربتين، أولهم هو فيلدز بارك والتانية ريفر بارك. وبالنسبة لفيلدز بارك فباين من اسمها أنها بتعتمد على اللاندسكيب والمساحات الخضراء الواسعة، لكن ماونتن فيو عندهم إيمان أن المساحات الخضراء مش بس جناين ومناظر طبيعية جميلة، لكن كمان استغلال المساحات دي في زراعة الفاكهة والخضار وحتى الزهور، واللي يقدر العملاء يستفيدوا منها. وده الكونسبت الرئيسي اللي مبني عليه فكرة تجربة أو مرحلة فيلدز بارك. أما التجربة التانية واللي كانت باسم ريفر بارك فهي مستوحاة من كانال أوف أمستردام، ودي تجربة حياتية بتوفر العميل العديد من الأنشطة المائية، واللي الأول مرة بنشوفها في الفيرست هوم أو البيت الأساسي، وفيها هيقدر يستمتع سكان أليفا بممارسة رياضة القوارب أو الكاياك. وزي ما قلنا بسبب الإقبال الكبير اللي كان على أول تجربتين واللي كانوا في إطلاق المشروع من 3 شهور، النهاردة شركة ماونتن فيو بتطرح في مشروع أليفا تجربتين جداد. والتجربة الثالثة في مشروع أليفا هتكون باسم كلاب بارك، ودي بتقدم تجربة حياتية مختلفة للكونتري كلاب والإكسكلوسيف كوميونيتيز، وفيها هيستمتع سكان أليفا بممارسة العديد من الرياضات زي الكروكيه والجولف والتنس والبادل وغيرها كتير من الأنشطة الرياضية. أما التجربة الرابعة فهي باسم لاجون بارك، ودي ماونتن فيو نفذتها في مشروعات سابقة، لكن النهاردة بتطرحها لأول مرة في أليفا بشكل مختلف، وفيها بتوفر شواطئ ساحلية طول السنة، يعني السكان يقدروا يستمتعوا بحياة الريزورتس أو المنتجعات السياحية لكن في بيتهم الأساسي أو الفيرست هوم. والمرحلة الثالثة والرابعة كلاب بارك ولاجون بارك هيتم طرحهم قريب جدا، لكن النهاردة هم في مرحلة كولكتنج اي او ايز أو
دفع جدية الحجز. وفي سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هل الخدمات دي هتتوفر لكل سكان المشروع واللي عددهم أكتر من 10,000 أسرة؟ ومين اللي هيقوم بتنظيم وتشغيل وصيانة كل الخدمات دي وغيرها؟ وإحنا عارفين إن البروبرتي والفاسيليتي مانجمنت وخصوصا في أنشطة كتيرة زي كده مش هتكون مهمة سهلة إطلاقا. وعشان كده ماونتن فيو بعد دراسة سنين طويلة ابتكرت كونسبت جديد، وهو كونسبت اللايت هاوس، وهو اللي هيكون مسؤول عن إدارة وتشغيل كل الخدمات والأنشطة اللي موجودة في كل مشروعات ماونتن فيو. يعني في كل مشروع لماونتن فيو هنلاقي اللايت هاوس موجود فيها، بيضمن ان الخدمات بيتم إدارتها بأعلى جودة لتضمن سعادة كل اللي عايشين في ماونتن فيو في أي مشروع من مشروعاتها. وتحقيق اللايف ستايل اللي اتحقق لكل سكان ماونتن فيو في كل مشروعاتها مفهوم السعادة. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة من برنامجكم الجدعان ريل استيت. هنستنى أسئلتكم وآراءكم ومقترحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.